والله كل المدرسة هي تغيرت، فأنا حالياً أفخر بكل شيء بالمدرسة. يعني الحمد لله صارت جهودنا واضحة وتميزت المدرسة، نسب النجاح تغيرت للأحسن، الطالب أصبح متمسك أكثر من سابقاً بالدوام، يعني صار في التجديد وحيوية بين والله صدق صراحة أنا ضد العنف ضد الأطفال، ودائما أوجه بالاصطفاف لما صباحي أنه المعلم إيش قد ما يقدر أنه يكون أب أو أم للتلميذ، ويبتعد ابتعاد تام عن العنف لأنه يترك أثر بالنسبة للتلميذ، يعني يؤثر على شخصيته، على عقليته، على ذكائه، على هواي أمور يؤثر عليه. أكو أطفال يعني نلاحظ أنه إذا المعلم سمع كلام مزين أو ضربه بعد ما يعجبه حتى يوصل للمدرسة أو يجي للمدرسة. المدرسة أم الطالب، المدرسة جميلة جدا، تجذبني إليها الرسومات الجميلة، تجذب الطالب إلى حب الدراسة، أحبها إلى قدر المستطاع.